نعم، أحسن الله إليكم. السائل في هذا السؤال يقول: هل هناك فرق بين الفرض والركن؟ لا فرق بينهما، إلا أن الفرض أعم، الفرض أعم من الركن. الفرض قد يكون ركنا وقد يكون واجبا، وأما الركن فهو ما كان داخل العبادة، الركن ما كان داخل العبادة تقوم عليه العبادة، كأركان الصلاة وأركان الإسلام وأركان الإيمان، هذه تقوم عليها هذه العبادات، وبدونها لا تستقيم العبادة. أما الفرض والواجب فهذا مكمل للعبادة. نعم.